بروفيسور، أنت وأنا وربما حتى المجتمع الجزائري كنا نضحك لما شاهدنا فيلم حسان تيرو، لما كان الفرنسيين يحاولوا يستجوبوه ويتحدثوا عليه على شخص معين، قالوا له وين راح؟ قال لهم راهو في بابور. وش من بابور؟ تاع المقروط. ضحكنا، لكن في الحقيقة تحول هذا إلى حقيقة. ربما نطلب من المخرج أنه يعرض لنا مقطع من الفيلم اللي ضحكنا عليه، والمشكل أنه هذه الضحكة أصبحت حقيقة، حقيقة للأسف. لنشاهد. Vous pouvez y aller, mon capitaine, sans le brusquer, il est déjà mieux. Hassan. Hassan. Tu te sens bien? Oui, oui, mon colonel. Tu me reconnais? Oui. Ils sont tous des cons. Qui ça, Hassan? Les Français, mon général. Quoi? Du calme, mon capitaine. Du calme. Bon. Ne le brusquez pas si vous voulez pas qu'il se réveille. D'accord, Hassan, d'accord. Les Français sont tous des cons. Mais dis-moi, Ahmed, où il est Ahmed? Ahmed? Hé, hé, Ahmed, où est-ce que tu es? Qu'on? La pointe piscate. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la pointe piscate. Continue, continue, continue. La pointe piscate, file! Bam! Villa! Cabanon! File! C'est Babor. Il dit un bateau, mon capitaine. Demande-lui ce qu'il y a dans le bateau. Un bateau rouge fier. Rêve de slèche. Un slèche fier. Wesh, rêve, t'coule. Un macarot. البابور فيه المقروط بروفيسور. والله أصبح حقيقة يعني بالقائمة يعني. شوف أخي علي، حتى المشاهد الكريم يفهم، نحن نحاول أن نوصل رسالة. القائمة تضم ضمنها مادة المقروط. كنا نستورد المقروط، نستورد المقروط يا ناس، ولا غير عيب، عيب أن الجزائر تستورد المقروط. يعني تخيل، ممكن يبان لكم الأمر كاريكاتوري لكنه حقيقة. لقد استوردنا المقروط والبقلاوة والجوزية وغيرها من المنتجات التي ذكرت في قائمة 26 التي رأيتموها. لسنا نحن من أنتج هذه القائمة، أولئك الذين استوردوا، أولئك الذين هربوا كما هائلا من العملة الصعبة. أخي علي، أنا أذكر في مقال من المقالات نشر بأنه في خلال 9 أشهر تم تهريب 30 مليار دولار. 9 أشهر، معناه أنه وكأن الأمر مر هكذا، يعني لا يوجد. يا جماعة، تعرضنا لعملية نصب واحتيال على مستوى عالمي، على مستوى دولي، لكن للأسف الشديد بأيدي أبنائنا، بأيدي مستوردينا.